مصر ليست في الوضع الذي كنا نطمح إلى رؤيته، فالأمر في غاية التعقيد. لكن هناك أمرا واحدا توصلت إليه، وهو أن التغيير سيحدث بالتدريج، وأن الثورة مستمرة، وأن هناك شيئا مهما، وهو أنه يتعين علينا أن نناضل من أجل القيم. هناك شيء واحد يجب أن يستمر، وهو التفكير في أنه ليس مهما عدد السنوات التي أعيشها، وليس مهماً عدد الأماكن التي أذهب إليها، وإنما ما يهم حقاً هو القيم التي أقرر الدفاع عنها، وربما حتى أفقد حياتي في سبيل الدفاع عنها.